الله يسعد صباحكم يا رب. صباح الخير، صباح النور من رولامز هوفز باركن في مدينة ستوكهولم. احنا في احد الحدائق في مدينة ستوكهولم. اذا كملنا الجولة من هاي الحديقة راح نوصل الى بلدية ستوكهولم. هاي الحديقة رائعة جدا، حديقة كلها نشاطات، كلها رياضة، قعدات حلوة للي ملين وزهقانين واللي مش عارفين شو يعملوا. انا انصحكم تيجوا على هاي الحديقة. هاي الحديقة كلها نشاط، كلها رياضة، كلها حركة، كلها طاقة حيوية. وبعدين فيها بحيرة جميلة جدا. هلا راح نوصل عند البحيرة كمان شوي، بس حبيت افرجيكم هاي الحديقة الرائعة في مدينة ستوكهولم، والاطفال قاعدين بيلعبوا بمارسوا. طبعا نادرا ما تلاقي لك واحد عربي، ممكن تلاقي لك واحد من جنسية اخرى. ففي اماكن جميلة، اماكن جميلة وحلوة ممكن الواحد يقضي فيها الوقت ويلعب ويستمتع. احنا بس نحاول نفرجيكم هيك على السريع، نفرجيكم الجهة الثانية وبعدين ناخذكم عند البحيرة ونفرجيكم المكان. نكتب لكم اسم الحديقة، هلا بنكتب على الشاشة اسم الحديقة. انا كتبتها في صباح الخير، ما بعرف اذا شفتوها. لما كتبت صباح الخير ما بعرف مبينة عندكم كلمة صباح الخير في ستوكهولم. احنا في ستوكهولم، كتبتها هسه على الشاشة. اسم الحديقة هيها رولامز هوف سباركن، حديقة رولامز هوف سباركن. راح تشوفوها حديقة جميلة جدا، بحيرة، في اماكن للعب الاطفال غير هاي، في اكثر من مكان. احنا بنحاول نشارككم باهم الاماكن لانه هلا الدنيا صيفية وفي فعاليات كتير، فعشان العائلة تعرف وين تروح، الشباب وين يروحوا. هاي شوف هدول الشباب هون بيلعبوا، وهلا في بحيرة ومشية لعند استاد هوست لعند البلدية. فهون المنطقة احنا لسه في النهاية، قريبين من محطة القطارات. فهلا بدنا ناخذكم عند البحيرة وعند مكان للعب الأطفال غير هذا المكان اللي كنا فيه، هذا للتزحلق. وفي هون جسر طويل طوله أكثر من كيلو، في ناس بتحب تتمشى عليه، جسر طويل جدا، في إطلالات على البحيرة بتجنن لتحت. هلا شوي احنا بعيدين عن البحيرة. هون الناس عادة بعد الظهر تيجي بتقعد بتبسط، بتجيب أكلاتها، بتجيب شوياتها. هون الشباب بيلعبوا سلة وما سلة وصار ايش وتنس وما تنس والقصص هاي. هلا بنشوفكم بنقرب لهناك، بنفرجيكم وين في اماكن للعب الاطفال اكثر، وفي بحيره حلوه كثير ومطاعم وقعدات، بس انا حبيت افرجيكم من النهايه. صبح صبح راح تشوفوا اشياء كثير حلوه هلا عند البحيره. بحيره من اجمل البحيرات، والعمارات والسكن في هاي المنطقه يعني من المناطق الجميله والرائعه جدا في مدينه ستوكهولم. احنا مو بعيدين كتير عن وسط العاصمة، يعني بتقدر تروح مشي باتجاه بلدية ستوكهولم وتوصل لوسط العاصمة. خلينا نفرجيكم الاماكن تبعت الاطفال التانية وبعدين نروح عند البحيرة. اكتبونا من وين بتتابعوا. صباح الخير، وشاركونا شو في فعاليات. طبعا اكتر اللي جايين هون روضات وما روضات، بس ممكن ما اقدر اصور كل اشي، بس عشان تكونوا عارفين انه هاي الحديقة من الحدائق النشيطة. يعني في حدائق في مدينة ستوكهولم بتلاقيها فاضية ما فيها حدا، لا هاي الحديقة. في حديقة تانية في هوتوريت ما شاء الله حركة جدا. يعني أنا قبل شوي كنت في حديقة في نفس المنطقة ما كان فيها حدا، فاضية. هاي الحديقة متميزة، فيها ألعاب أطفال وشغلات كتيرة. فالآن بتشوفوا أكتر الروضات وأكتر الناس بكونوا جايين، بس احنا بنحاول نصور قدر الإمكان بس عشان نفرجيكم، بس بنحاول ما نوجه الكاميرا على حدا معين عشان يعني تعرفوا انه ما نسي الى حدا. فبدنا نفرجيكم بس المكان عشان تاخذوا فكره. هون زي ما انتم شايفين كلها روضات، تيجي مدارس، مكان هون تشتري كافتيريا، لوحات. فهون هذا المكان بيجوا بيشتروا كافتيريا وقعدات ورسمات الاولاد وشغلات كثير كثير حلوه في هذا المكان. تقدر تيجي هون تشرب لك فنجان قهوة، كابتشينو، تقعد قاعدة هيك تخلي الطفل يلعب وبعدين تيجي انت. وهي تحت الأطفال بيلعبوا، شوف هون الألعاب. طبعا هناك أطفال كتير. وهي هاي الجولف، هاي الولاد هدول بيلعبوا. هاي طبعا لسه الحديقة كبيرة ضخمة جدا جدا. احنا في جهة النهاية يعني، بس احنا نحاول نفرجيكم هيك شوي تاخذوا فكرة عن المكان وعن الألعاب وعن القصص. نفرجيكم الأشياء هاي اللي هون، في كافتيريا جوا كمان. صباح الخير، يا ريت الكل يكتبونا من وين بتابعوا. مدينة ستوكهولم، ستوكهولم السويد، واسم الحديقة
مكتوب عندكم على الشاشة، تفرجوا على الشاشة، هاينا بحرك بأصبع اسم الحديقة والمكان. نفرجيكم اللوحات هاي اللي حاطينها هون، الرسمات. طبعا في جوا هون كافتيريا، الناس يكون في ناس كتير ولا شيء، نحاول نفرجيكم. بس في هون زي ألعاب للأطفال كمان، بيقدروا الأطفال يجوا يلعبوا، حمامات. طبعا هون في ألعاب كتير للأطفال جوا، في هون ألعاب للأطفال. هي حاول نعطيكم فكرة بس على السريع، مكان كتير حلو، اللي عنده أطفال صغار بالذات 5 سنين 4 سنين بكيفوا على هاي الأماكن. هاي الأماكن تجيب ابنك اللي عمره 4 سنين 5 سنين 6 سنين تنساه هون. أنا كل زمان أجيب بنتي نلعبها هون، كانت كتير تكيف على هذا المكان. في جوا كمان ألعاب تنس، طاولة وشغلات. هاي الأطفال هون، شوف هون العمارات. يا ريت تشاركونا بالتعليقات وتوصلوا البث لأكبر عدد ممكن للناس الزهقانين اللي مش عارفين وين يروحوا أولادهم. يعني هاي من الحلول إخواننا العرب، دائما إحنا نوعا ما في عنا تذمر، مش عارفين وين نروح. لو تحركنا أكثر ممكن نندل، لو كل واحد بحث في منطقته ممكن يلاقي في فعالية في إشي. شوف هون هاي اللعبة، هاي طابة. فكله قاعد بلعب، كل مكان فيه أطفال، كل مكان. بس أنا مش قادر يعني أصور بالتفصيل، حاول هيك بزيح الكاميرا، ولا الأولاد بيلعبوا بكل مكان ناش. بس عشان تكونوا عارفين يعني نعطيكم صورة هيك، منظور كون انطباع عن المكان. في كل مكان في كل زاوية بتلاقي فيه أطفال قاعدين بيلعبوا، كل واحد بيختار اللعبة اللي بيشوفها مناسبة. فهاي من الأشياء الحلوة، والأولاد في كل مكان، روضات، مدارس. هون كمان في حديقة جوا، تقدر تدخل جوا تلعب. هاي اللي بتخوف هون، لسك حاطين هيك شغلات، تقدر تدخل جوا هون على الغابة. يا ريت تشاركونا البث وتكبسونا على الشاشة عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. يوم سعيد. ستوكهولم، ستوكهولم السويد، احنا في ستوكهولم في السويد. كتبت اسم الحديقة هاي على الشاشة، اسم الحديقة على الشاشة عندكم. هاي اسم الحديقة، منحركها على الشاشة كمان عشان تشوفوا. في حدا زار هاي الحديقة قبل هاي المرة؟ هاي من الحدائق النشيطة الحلوة للأطفال، في حدائق جميلة جدا بس ما بتلاقي حدا. هاي تركيزها على الأطفال، حتى الروضات أكثرهم بيجيبوا الأطفال هون. فهاي الحديقة مخصصة للأطفال. طبعا في لسه البحيرة والقعدات والدنيا هون كمان، لسه في قعدة جوا وحركات وشغلات. حديقة كتير كتير مناسبة للأطفال يا إخوان الكرام، خصوصا المدارس والروضات بيجيبوا الأطفال هون، بيلعبوا الأطفال هون، بكيفوا على هاي الحديقة. كل مكان بيلعبوا. بس أنا بحاول أبعد الكاميرا عن الأطفال، شايفين الأطفال شو بيلعبوا؟ هاي اللي لعبت لكم فيها قبل كم من يوم، هاي كتير حلوة اللعبة، ممتعة جدا هاي اللعبة. يا ريت أشوف التعليقات عشان يوصل البث لأكبر عدد، يوصل لأخواننا بالسويد اللي هم أطفالهم زهقانين وعايفين حالهم. يحاولوا شوي ياخذوا الأطفال يطلعوا، الجو حلو. يعني ما نحصر بس إنه موضوع إنه الاستمتاع بس، إنه نسافر في إمكانيات. هلا الجو حلو، الجو حلو، يعني تقدر تطلع أنت وأولادك شوي تغير جو، تلعبهم في أماكن حلوة إذا أنت عايش بمدينة ستوكهولم. وكمان المدن الثانية يا ريت تشاركونا بأجمل الأماكن، أجمل المناطق. وهلا بناخذكم على البحيرة نفرجيكم شو في شغلات حلوة كتير. مدينة ستوكهولم السويد، شوفوا لها الفسيفساء، هاي ما أحلاها. هاي اسم الحديقة شايفينه، هاي بحرك على الشاشة. والحديقة بتقدر تجيها مشي، يعني إذا أنت بتحب المشي بتقدر تجيها من وسط العاصمة من جهة البلدية. هلا بنمشيكم عند البحيرة، مشية بتجنن، بحيرة ومناظر طبيعة، وهناك الناس كمان تيجي بتشوي وبتقعد. بس ما بعرف هاي الفترة الشوي شو شكله موقف. الساحات هاي كل العالم تلاقيها يوم السبت والأحد، هاي الحديقة فل، اللي بيلعب طائرة واللي بيلعب تنس واللي قاعدين مع أصحابهم. هاي المساحات كلها الموزعة
تلاقي فيها عالم أمم. يعني هاي الحديقة من الحدائق المفضلة. المكان عندك على الشاشة، المكان هيو على الشاشة شايفينه، المكان كتبته على الشاشة. هلا بدنا نروح عند البحيرة ونفرجيكو. يا ريت اللي شايف اللي على الشاشة يكتبوا كمان، اكتبوا بالتعليقات، لأنه أنا مرات بكتب بالتعليقات بس ما حدا بيشوف. هلا بناخدكم على الجهة اللي كتير حلوة. طبعا تقدر تروح ورا في أماكن حمامات، هاي الساحات الخضراء تلاقي لك الناس تيجي بتقعد هون. طبعا في أماكن كمان هناك مطاعم وقعدات، لسه لجوا جوا، احنا لساتنا بالنهاية. هون في تواليتات للجماعة اللي يعني بلزمهم تواليتات. طبعا هلا شوي نفرجيكم، في ناس تيجي بتخيم. هاي الطيارة، في حدا بدي يطير؟ نعم، هاي الحديقة مناسبة جدا للأطفال، رائعة جدا في مدينة ستوكهولم، حلوة. في حديقة تانية بهوتوريت كمان كتير رائعة وحلوة، لو جبتوا أولادك وقعدتوا هون خيمتوا. هون بتيجي الناس بتشوي وبتيجي الناس بتقعد بتسبح. هلا بنفرجيكم الأماكن التانية. هاي مطعم كمان هون كبير، بعرفش قاعدين بيعملوا فيه إصلاحات، بس في مطاعم على البحيرة. لو جيت على محطة رودا هوست كمان قريبة على المكان، رودا هوست أو رود هوست. هاي هون ناس جاي قاعدة بتخيم. هلا بنفرجيكم البحيرة والقاعدة على البحيرة. هاي منطقة يعني احنا منطل على قريب على هورنشتول وعلى وقريب على مناطق كتيرة. هذا الجسر انا تمشيت اكتر من مرة عليه، جميل جدا. تقدر تيجي من جهة الجسر، في عدة طرق توصل للبحيرة يعني. فهلا بنتمشى على حوالين البحيرة، في ناس تيجي بتقعد هون زي ما انتم شايفين هيك شوي، بس نحاول. المشكلة انه بعض الناس من غير هدوم، نحاول احنا نبعد، ناش نكسب اثم. هاي ايام مباركة، صلوا على سيدنا محمد. شوف هون تيجي بتجيب لك وجبة أكل، بتجيب لك كاسة شاي وتشرب على هالبحيرة وعلى هالجمال. أنا نبعد شوي، في ناس قاعدين بيسبحوا. هلا بنتمشى حوالين البحيرة. صباح الخير، صباح النور، مكان جميل جدا. احنا نركز على الفعاليات، الناس بتهمها شو في أنشطة، شو في أماكن حلوة، شو في مجمعات تجارية فيها أشياء، فيها رسم، فيها تلوين، فيها حفلة، عشان الأولاد بحبوا الأنشطة، بحبوا اللعب. فهذا المكان يعني منها حديقة ومنها في أماكن للعب ومنها طبيعة. هلا بنتمشى حوالين البحيرة، هون شي بجنن البحيرة هاي. هون الطيارات رايحة جاي. يا ريت تدعمونا البث يا جماعة الخير، وشاركونا شو في عندكم أماكن كمان حلوة يعني، واللي حدا زار هذا المكان يا كمان يكتب لنا بالتقييم. والله صيد السمك متوقع مش بهاي الجهة. هلا بنشوف في أماكن فيها صيد سمك، بس هنا في مكان للسباحة ورا في مكان تسبح، في مطاعم. هلا بتشوفوا في مناظر بتجنن. هلا بتشوفوا لسه هنا احنا في ما بلشنا، في عاملين مطاعم خيال، شيء حلو كتير في المكان. صبح صبح يا جميل، صباح الخير، صباح النور، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الحيوية والنشاط والابتسامة. صبحكم بأنوار النبي صلى الله عليه وسلم، اذكروا الله يذكركم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، لا إله إلا الله، سبحان الخالق، يا رب يرزقنا الجنة، قولوا آمين. إذا الدنيا فيها هيك طبيعة، فيها شغلات حلوة. المشكلة انه بعض الناس مو حاسين، يعني كثير من كل العرب عايشين في اوروبا ما بنسمع الا صوت المعاناة. في معاناة احنا ما بننكر، اللي عايش بالخليج
بقول لك زهقان الخليج وبدي أروح على أوروبا، الخليج حر وشوب ونار وما فيش جنسيات، خليني أروح على أوروبا أخذ جنسية وأمن مستقبل أولادي. واللي عايش في أوروبا بقول لك بدي أروح على الخليج، هناك ممكن جو إسلامي جو عربي، في ليرات بعدين بالخليج ومعي جنسية أوروبية خلاص بكفي. فاللي عايش بأوروبا بقول لك بدي أروح على الخليج، واللي عايش بالخليج بقول لك بدي أروح على أوروبا بلا كفيل بلا ما يحزنون. هنا في ناس طبعا بنحاول نبعد عنهم شوي، في عائلة قاعدين بيسبحوا مع بعض. فواللي عايش بأمريكا بقول لك بدي أروح على تركيا، بدي أروح على بلد عربي، بدي أروح أكسر هل شوي نمط اجتماعي. فكل يا ريت كل واحد فينا، يعني مو غلط الواحد يسافر، بس انه يعيش اللحظات الحلوة في المكان اللي هو فيه، يعيش اللحظات الحلوة في المكان اللي هو موجود فيه. يعني انت عايش في اوروبا يا اخي، عيش لك يوم، عيش لك في يوم في سنة، عيش يعني مو كل الايام نكد، استمتع يعني في نكد بس خليه شوي يعني مو دائم، خلي النكد مؤقت. فريق المكان هون، فاستمتع في الايام. بكره اذا صحت لك فرصه بالخليج راتب عالي او ببلدك انتقل. يعني انا هذا السيستم طريقه تفكيري هيك، يعني في ايام صعبه بكل مكان، يعني وين ما تروح والله تودوك على القمر راح تضلك تعاني. رد علي، كتبنا اسم الحديقة إخواني الكرام على الشاشة، ستوكهولم رولمز هوفز باركن، اسم الحديقة مكتوب على الشاشة. هاي الشاشة خلينا نحرك، ويا ريت لأنه هلا بضلهم يسألوا وين وين وين، يا ريت حدا يثبت لنا تعليق، يكتب لنا تعليق اسم الحديقة هاي على الشاشة، اسم الحديقة. وهيني بدي أحرك لكم كمان الاسم مرة تانية، ها هيني على الشاشة بحرك إصبعي. اسم الحديقة شوي صعب طويل بعدين، وهاي الحديقة من عند بلدية ستوكهولم، تقدر تيجي مباشرة لهون، يعني لو ضليتك ماشي من عند بلدية ستوكهولم توصل لهون. هلا بفرجيكم الطريق لعند بلدية ستوكهولم، هاينا هيك بنرفع اسم الحديقة. زي ما حكيت لكم فيها أماكن لألعاب الأطفال، أنا بديت البث في أماكن ألعاب الأطفال، أماكن حلوة ألعاب الأطفال، ألعاب السكيت، ألعاب الطائرات، ألعاب كثيرة. هلأ إحنا رايحين على جزء الطبيعة، وهلأ نفرجيكم الأماكن السكن هنا. طبعاً انسوا الموضوع، هذا السكن هنا تحكوا عن أشياء بالملايين، هون العمارات بالملايين، هاي أكثرها يعني جهة رود هوست المنطقة، فهاي المنطقة منطقة غالية جداً، وأتوقع العمارات أكثريتها شراء، يعني ما بعرف بالضبط بس أتوقع توقع والله أعلم إن البيوت ملك وليس أجار. هاي المنطقة من المناطق الجميلة ومكان للعب الأطفال. اللي كانوا معنا بالبداية شافوا المكان اللي فرجيناكم إياه تبع الأطفال، مكان حلو كتير. ستوكهولم السويد، ستوكهولم السويد، يا ريت حدا يثبت لنا تعليق لأنه قاعد بتكرر السؤال نفسه. يا الله يا كريم سبحانك يا رب. ستوكهولم سويدن، هاي اسم الحديقة. يا ريت اللي عنده نشاطات في إيفنت ما إيفنت في ستوكهولم يكتب لنا في التعليقات. هذا المكان حلو كتير للعائلة وللشباب وللجميع، لأنه كبير، المكان كبير جدا. نخدكم شوي عند الشارع نفرجيكم المكان برضو من عند الشارع. في محطة هون بوليس قريبة تبعت الجوازات بالرود هوست قريبة من هون، بنفرجيكم الشارع تبعها بس نصل. خلينا نفرجيكم الشارع هون، باركيرينج للسيارات. والله يا أخي الكريم، السؤال هل أنت مبسوط ولا مش مبسوط؟ والله يا أخي الكريم كل منطقة كل مكان في معاناة،
في معاناة، بس احنا الحمد لله يعني بنقول يعني اشي اشوى من اشي، يعني نظلنا نحكي عن ألمنا ونظلنا نحكي عن أوجاعنا وهاي حياتنا، بس نظلنا طول نهار نترنم بالمواقع. أكثر العرب اللي موجودين في أوروبا احنا بنحكي ممكن بوست ننشر نحكي عن المشاكل، بس في أشياء برضو كمان جميلة لازم نذكرها، يعني عشان نغطي الموضوع في جوانب إيجابية في جوانب سلبية، لكن نظلنا نحكي سلبي 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 أثر على حياتنا وخلي حياتنا مو حلوة. على قلية شوي نتذكر انه في 50-60% ايجابيات، فهاي هاي طريقة التفكير، يعني مش انه كل السويد كويسة ولا كل المانيا جماعة المانيا بيشتكوا وهكذا، فنحاول شوي. جماعة تركيا اللي عايشين بتركيا، اول ما رحت على تركيا تشوف العرب اللي هناك كلها بدها تطلع على اوروبا، اللي بدها تطلع على المانيا حتى في رومانيا، بس اتقابل مع عرب يقولوا لي انت بالسويد يا ريت نروح على السويد، احنا اللي هون بنروح على رومانيا سياحه. فسبحان الله يعني بتروح على الاردن الشباب بقول لك بدنا نروح على اوروبا. عيش ايامك. عليكم السلام ورحمه الله. هاي العوعو دير بالك. ستوكهولم السويد. عليكم السلام ورحمه الله. اسم المنطقه موجود على الشاشه، اسم المنطقه على الشاشه هيو. اسم المنطقة موجود على الشاشة، اللي شايفه يكتب لنا اياه بالله. معلش شوف هاي تبعت الزبالة القديمة كيف عاملينها. المنطقة كثير راقية، وهنا كمان اخوان الكرام يعني هذا هاي المنطقة تقريبا كل اللي بتشوفه سويدي. اذا بدك تشوف السويديين تعال هون، يعني هون نادر ما تلاقي لك واحد عربي، لا تلاقي واحد زي حالتي، نادرا اني اشوف عرب في هذا المكان في هذه المنطقه. يعني في مناطق سبحان الله ممكن الناس ما بتعرفها او ما بتجيها، فهي المنطقه من المناطق الجميله، يعني الناس توصل لعند البلديه وبترجع عند سيتي هال نوبل برايز. هاي العوام في شغل، كرهنا حالنا من وضع شغل ما في كل يوم نفس وضع. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ستوكهولم السويد اهلا وسهلا بكم. هاي المصور طبعا برضو الجهة الثانية، احنا عملنا بث كتير يا اخوان الكرام على قناة اليوتيوب، الجهة الثانية كمان رائعة جميلة جدا من هورن شتول، تقدر تروح من هورن شتول وتنزل نزول، منطقة كتير حلوة. بيجي هون الناس بتريح بتلعب بأولادها بتتغدى بمطعم حلو، يعني هاي شوفوا المنطقة جميلة جدا. أفرجيكوا هيك الجهة هاي، الحلو فيها انه بتضلك ماشي حوالين البحيرة، يعني انت حوالين البحيرة. جهة القعدات والألعاب الأطفال جاي ورا أكثرها. اللي كان معنا بداية البث شاف المنطقة اللي فيها ألعاب الأطفال، منطقة التخييم تقدر تخيم فيها، فالمنطقة كتير يعني بيجوها ناس وحلوة كتير. لساتنا بداية اليوم. اكتبوا لنا من أي مدينة بتتابعوا، من أي بلد، شو أخباركم، شو في فعاليات عندكم. والله صرت عايد اسم المنطقة ممكن 10 مرات. يا ريت اللي بدخل جديد يقرأ على لوحة الشاشة، يا ريت اللي معنا المتابعين كمان بيساعدونا عشان ما نرد نعيد ونزيد. هاي الحديقة قريبة من وسط العاصمة، تقدر تجيها بعدة اتجاهات. خلينا نفرجيكم المطاعم قريبة من بلدية ستوكهولم. هلا نفرجيكم المطاعم جوا المي، شغلات رائعة جدا. خليكم معنا وتابعوا شوي. هلا راح ندخل على المطاعم اللي جوا المي. صباح الخير صباح النور.
الله يسعد صباحك يا رب. أولاد المدارس كلهم بيجيبوهم هون. طبعا أنا بحاول شوي أفرجيكم بس الناس هيك حركة لأنه ما بدنا نسلط الكاميرا على حدا، بس في ناس في عالم حوالي. هلا أفرجيكم هيك شوي عشان تعرفوا إن المكان كتير مناسب للأطفال. كتير مدارس وروضات بتجيب الأولاد هون لجوا، بالذات جوا هذيك المنطقة اللي جوا فيها ألعاب وفيها شغلات. هون المطاعم اللي جوا البحيرة. والله موضوع صيد السمك في مكان معين كمان شوي ممكن نشوفه لقدام عند بياع البوزة. بس شوف لي هالمطاعم هاي اللي جوا المي كيف، وهي السفينة. شفتوا الطيارة جنبها مكتوب على الشاشة اسم المنطقة. شوفوا لي صوت الطيور هون، هالعصافير. خلينا نزيح اسم المنطقة من على الشاشة شوي هيك، فرجيكم المكان. شي بجنن هذا المكان، كثير حلو. مطعم، وهي العمارات هون. المنطقة على الشاشة موجود، الاسم المنطقة على الحديقة بالشاشة. ستوكهولم السويد، مدينة ستوكهولم السويد قرب، يعني في طريقك من استاد هوسيت بلدية ستوكهولم. هلا رايحين على الطريق تبع البلدية. اهلا وسهلا. هاي الاسم على اللوحة على الشاشة، اكتبوا لنا اذا شايفين اسم الحديقة على الشاشة، شاركونا. يا ريت تشاركونا، يا ريت تتفاعلوا، يا ريت اللي شايف اسم الحديقة على الشاشة يكتب لنا بالتعليقات. هاي العمارات هون حلوة كتير، كل واحدة لون. ستوكهولم يا اخوان الكرام كبيرة، انا صار لي 15 سنة بستوكهولم لحد الان. والله يا اخوان الكرام في مناطق ما زرتها 15 سنة. فاحنا مشكلتنا اخواننا العرب او بعض الناس بدون تعميم بصير يقول لك انا رحت وانا شفت وانا وبحكم. احنا بنشوف من هون اذا بنقدر نفرجيكم شوي من المطعم. هذا المكان نفرجيكم هون شوي هيك. رياضي رياضي رياضة والشباب، شيء حلو. نفرجيكم المكان شوي هيك. هاي هون مطعم وقاعدة، بس طبعا تقدر تشتري اشي غير المشروب، بس كتير حلو كتير، زي كأنك في الامازون. هون زي كأنك بالامازون تشرب كوكتيل قعدات. بس لحاول انه شوف هون القعدة بتجنن. نفرجيكم هذا المكان شي بجنن، بس نحاول شوف شوف هون. لا عندنا العملة بال شو اسمه، نشوف هون بس اذا بنقدر نفرجي. هون هاي المكان، هاي هذا المكان شايفين شي بجنن. لا ما في تماسيح، منطقة سياحية. تماسيح مكان كبير وحلو كتير، جوات البحيرة. شوف يعني جوات البحيرة عاملين مطعم. شوف هاي مكان سياحي درجة أولى. هون الناس بتصف على الدور عشان الأكل. فين هون الدور على الأكل. هناك في مطعم تاني على الجهة التانية، فلجيكوا الجهة التانية. هاي البحيرة
مكان خرافي يعني، تيجي انت والمدام انت واصدقائك، مكان خرافي، قاعدة على البحر وكأنك باسطنبول، وكأنك تشعر حالك باسطنبول هون. شوف العالم هون القعدات، بس طبعا يعني بنبعد عن المشروب. فرجيكم الجهة هاي، في قعدات حتى برا، تيجي ممكن تقعد هون، شايفين؟ مكان خرافي خرافي. المنطقة على الشاشة، اسم المنطقة على الشاشة. يا ريت تشاركوا البث لأكبر عدد ممكن. من أجمل المناطق في مدينة ستوكهولم، طبعا في مناطق كتير حلوة بس احنا دائما بنحكي لكم من أجمل، لأنه في والله عن جد اللي بيدور بيلاقي، بس اللي عايش حياة كلها بؤساء بضلوا شايف الدنيا مسكرة ما بيشوف اشي، خلص بنعمل بصيرة. والله لو نأخر شوي اللي بدهم يكونوا معنا ضيوف عشان البث يضلوا طالع واضح، ما بعرف شو رأيكم، حابين نستقبل ضيوف ولا لا بعدين؟ لسه المكان لسه فيه كمان أشياء كثيرة على الطريق، مكان كتير حلو. شوفوا الورود والقعدات جوا، كمان شوي بنستقبل ضيوف. خلينا هلا بس نفرجيكم المكان، المكان الرائع والجميل جدا في مدينة ستوكهولم السويد. نجيكم هون، شوف لي هالقعدة هون، شي بجنن. نيجي على هاي الجهة، هاي شايفين كيف العالم عايشة بطاقة إيجابية، عايشة بطريقة مختلفة. احنا طول الوقت نحكي عن الجرائم وعن القتل وعن السوسيال، هاي عشان هيك عايشين في دائرة، دائرة السلبية مش راضيين نطلع منها. يعني هي موجودة اوكي، بس لو نعطيها لأهل الاختصاص، لو هاي الدائرة نعطيها للمحاميين والمختصين والتربويين والاجتماعيين كان انحلت. بس صار اي واحد هاوي بده لايكات بده اعجابات صار يدخل في هاي الدائرة عشان يجمع لايكات واعجابات ويزبط الصفحة تبعته من وراء هاي القصص. سيقول لك المثل، من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضي. وللأسف بعض الناس أساءت من تدخلها في قصص الأطفال وقضايا كثيرة في المجتمع، لأنه هو مش تخصصه. أعطي العجين لخبازه ولا أعطي بصر إيش لمين، يعني ما بزبط. إذا كثروا الطباخين خربت الطبخة. فلو كل واحد بحكي بتخصصه، هاي الشغلة من الأشياء اللي تعلمناها بالثقافة الغربية، بقول لك دائما جاوب عقد السؤال، وإذا شغلة أنت مش مختص فيها لا تجاوب. إحنا للأسف تعون كل حاجة، أي حاجة بالتلاجة يا معلم شغلني يا معلم أي حاجة. هم لا، هسه بتسأل واحد هون عن إشي معين بقول لك هذا مش تخصصي، تسأله بالشركة تقول له والله الراتب ما راتب، بقول لك روح أسأل المحاسب، لا تسألني أنا ما بعرف. إحنا لا، بنحب ننفش عضلاتنا. والله أنا قاعد بحكي لكم بس رؤوس أقلام، أنا دارس علم نفس وعلوم سياسية ودارس تربية ودارس وماخذ كورسات كتيرة يونيسيف، فأنا مجالي تربية الأولاد، مجالي علم النفس، مجالي فاتح صفحات طويلة زمن طويل في الفيسبوك عن الهجرة وعن اللجوء، شغال في مكاتب سياحة وسفر، اشتغلت في الإرشاد الطلابي، فبحكي بالمجالات اللي نوعا ما يعني ما بتوسع. حتى لو بدك تحكي ممكن أنت تكون متضايق على ما يحدث للأطفال، بس مش معناه أنه كل يوم تفتح لايف
وتضلك تحكي بقصة الأطفال عشان بس تضلك تعمل لقاءات وحوارات وتجيب من وراها مشاهدين ومتابعين. شو الفائدة إذا ما ركزنا على الحلول؟ احنا بنركز على الحلول مش بنركز على المشكلة نظلنا نحكي فيها. انا هلأ كثير ناس بقول لك انا مكتئب بالسويد، احنا قاعدين نعطيك حلول، وين تروح؟ وين تأخذ أولادك؟ يا مش حلول تضلك قاعد بالبيت، حتى لو انك بالبيت اجلي اطبخ تعلم اعمل اشي، نعطيك حلول منطقية. يعني انا زيك بكون قاعد بالبيت لازم اجلي لازم انظف عشان اتحرك، مدام انت قاعد وما بتعمل اشي رح تمرض. الحركة بركة، يعني مش معناه احنا بنطلب منك تتحرك بس عشان انه تساعد مرتك، المساعدة شيء رائع، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يساعد زوجته. فانت لما تتحرك بتكون نشيط، بصير عندك طاقة، اولادك بتعلموا منك بتعلموا منك، بشوف بقول لك ابوي شوفوا هاي والله قاعد بنظف في البيت بيساعد ماما، مش قاعد بس طول النهار يا على التلفزيون يا على التيك توك. في ناس للاسف في ناس بتضل الواحدة وتنتين وثلاث الصبح فاتحة التيك توك وعندها اولاد وعندها عائلات. طب كيف اولادك شو راح ياخذوا منك؟ انت اللي قاعد لي على التيك توك للساعه 3 الصبح 4 الصبح. ومواضيع امبارح بتفرج على بعض الاشخاص على اساس انه بيحكوا في قضايا الاطفال واللجوء، وكل اللايفات تبعتهم عباره عن رقص واغاني. طب مش المفروض انه انت نوعا ما تكون تعطي صوره ايجابيه وانطباع ايجابي لما انت تفتح تيك توك وانت قاعد تحكي عن مواضيع تخص العائله والاطفال؟ المفروض انه يكون التيك توك تبعك نوعا ما في نزاهه. يعني أنا بس بحاول أوصلكم الأفكار، وكل واحد حر يعمل اللي بده إياه. أنا بالنسبة لي مجالي أكثر في السياحة والأماكن الطبيعية، الطاقة الإيجابية، أنا بدي أركز على الطاقة الإيجابية. حرين أنتوا إذا بدك تركزوا على النكد ركزوا، كل واحد حر بحياته. إذا أنت بدك تضلك عايش حياة مليئة بالخصومات وتضلك عايش في دائرة الحروب وكل حبة تعمل منها قبة، هاي حياتك، راح تموت يا جلط يا اكتئاب يا سكري يا ضغط يا تفقع معك المرارة يا يفقع معك إشي معين يا يفقع معك الكتاوت. خلينا نشوف هذا الختيار ونحكي ونسولف معه ونقول له كيف الموضوع. إذا جيت فين فيدر بيرفكت أو سوفر أو فلوت سكوز مي سكوز أمان. هاي الولد معه نايم ساعة صباح بيهرة. صباح الخير، معلش في ولد نايم هون بس نفرجيكم المكان بعدين نتحرك. سامعيني اسم المنطقة على الشاشة. هلا رايحين عند البلدية اللي عنده فاتورة جهزها. العالم كلها بتتمشى، مكان للمشي ولا أروع، زي كأنك كيف كورنيش. هذا كورنيش، كورنيش الخليج اللي جايب طفلها. شوفوا هنا كيف ما بضلهم قاعدين. احنا بتلاقي المرة بس تولد، مع احترامي لجميع النساء العرب، يعني بتلاقيها خلص ولدت بدها تحمل العيلة كلها جميلة، بدهاش تصيب اشي. يعني في بعض النساء، احنا ما بنحكي الكل، هنا بيطلعوا بيلعبوا رياضة اثناء الحمل، بيلعبوا رياضة بعد ما يولدوا. الولد بصير تفكيره الرياضي من هو صغير، بشوف امه وهو عمره لساته بالأشهر تلعب رياضة. والله بشوفهم في حديقة ليلي هولمن مختلف الحدائق، بتلاقي الأم هي قمر يتي فين فيدر. ها هذا يبر راست يا من أنت شو ذا يلا فرشتة كان شي قمر أفتر ميداق يا أبس هايدو سكريسا تايتانيك سكريسا فيلكنتيد نيهالوس نيهالوس انجن بصخ خيره لي انجن بليت جراتس بليت كان شي بس كاوكا تيل ايسلاند ريتي لونغ اوكي خلاص تيل جاملاستان دي ده اندرا سيدان تيل هورنشتول يتفند اوكي فيسيس هاي دوت رابلك ريسا هاي احكي مع العالم كونتاكت مع الناس اضحك ابتسم والله شو ما اخذ من هالدنيا اضحك ابتسم تواصل مع المجتمع. في منهم نقدين وفي منهم كويسين، ما في زي عنا بالدول العربية. هلا روح على سوريا روح على الأردن بتلاقي لك اللي ضارب لك شبرين بوز، يعني
هيك طبيعة البشر بكل مكان، بتلاقي الكويس وبتلاقي العاطل، هاي طبيعة الحياة. أما أنت تتوقع والله إنه ما في ناس هنا كويسين؟ لا، في ناس كويسين بالسويد، في ألمانيا، في هولندا، في بريطانيا، في ناس أسفت منهم ما في، في مجرمين في كل مكان، في صالحين في كل مكان. هاي لازم تفهم هاي القاعدة في الحياة، مش ظلوا عقلك عايش على فكرة التعميم، لأنك كرهت البلد تصير تحكي كلهم كذا، كلهم منافقين، كلهم عرصات، كلهم قوادين، زي المواطن العربي بس يجي يطلع من الدول العربية، بلاد خربانة، بلاد بصر إيش، بلاد أخو عرص، ومنصير نعمم. فإحنا للأسف هيك، هاي شايف قاعدة الطيار قاعدة وبتدرس. فهاي مشكلتنا إحنا يا إخوان الكرام. إذا بشوفوا واحد مبسوط بقول لك شو سر إنه مبسوط؟ لازم يكون مليونير. إحنا العربي لازم لما يكون مبسوط لازم يكون جيبته مليانة، مو شرط. طلع هدول بسكليت مستمتعين، بسكليت. احنا لازم يكون عندك مرسيدس نفخ، ويكون عندك سيارة اخر موديل، وتكون متجوز كلاوديا شيفر ولا سامانتا فوكس عشان تكون مبسوط. لا يا اخي، ممكن تنبسط باشياء بسيطة، انبسط انه انت عندك السمع والبصر والحواس الخمسة. في ناس تتمنى انها تسمع صوت اولادها، صوت الحياة، صوت الطبيعة. في ناس تتمنى انها تشوف، بس انت مش مدرك هاي النعم، وانا مش مدرك وغيري مش مدرك. المكان اللي انا عايش فيه في ناس كتير بتمنوا يوصلوا له. المكان اللي انت عايش فيه هسه افضل من مكان عايش فيه شخص اخر في مخيم، ولا عايش فيه في مستشفى، ولا عايش في الى اخره. كل واحد عايش في مكان يتمنى مكان الاخر. لو تعودنا القناعة في الحياة لكانت حياتنا احلى. القناعة فعلا، لأنه دائما الحلو في أحلى. السلام عليكم ورحمة الله. نرجع لكم إخوان الكرام في جولتنا. فأنا يا إخوان الكرام، إذا أنت تؤمن برسالتي ادعمني وخليك معي، وإذا أنت هيك تفكيرك زي تفكيري، إذا أنت مش مؤمن برسالتي وبتحب النكد وبتحب تضلك تحكي بالمشاكل، روح على الصفحات هذيك وخليك فيها، لأنه أنا ما بدي واحد يعكر مزاجي. يعني هلا هاي المي ممكن تكون نظيفة، لو نزلت عليها مي وسخة أو عود وسخ لتتعكر. فأنا ما بدي واحد يعكر لي مزاجي كل يوم ويضلوا يحكي لي بالمشاكل العرب في السويد وفي أوروبا. أنا سمعت مشاكل ليوم المشاكل. أنا دراستي علم النفس كثير كانت توصلني مشاكل، وبكفينا اللي فينا. كثرة الكلام في المشكلة تقيدك إلى المزيد من المشاكل، وليس إلى المزيد من الحلول، تقيدك إلى المعاناة. كل ما تتحدث عن المشكلة لازم تعطي المشكلة 10 بـ20%. يعني كان الدكتور صلاح الراشد يحكي، إذا أنت بدك تحل المشكلة تكلم عنها 10 ماكس 20%، و80% حلول. للأسف إحنا إخواننا العرب بتكلموا عن المشكلة 200% والحلول بنسوها، بتهاوشوا مع بعض. فإذا أنتوا بدكوا حلول ركزوا على الحلول. هلا احنا العرب بيعانوا من الاكتئاب بالسويد، بيعانوا من مشكله السوسيال، اعطونا حلول. شو نسوي باولادنا؟ نهاجر، نسافر، نربيهم، نعلمهم، ناخذ احتياطاتنا من المدرسه، نحترم المعلمين، نركز على الحلول، ما نركز على المشكله. المشكله موجوده، والمشكله كل مالها بتزيد. ما نضلنا ننشر فيديوهات اخذ اولادي واخذ اولاد فلان واخذ اولاد علان. ما شفنا فيديوهات كتير، شبعنا وعرفنا وعارفين المشكلة موجودة. اللي أخذوا 6 أولاد واللي حكموا عليه بالسجن 2.5 سنة، عارفين كل القصص. عارفين هولندا؟ اكتبوا لنا. عارفين هولندا؟ عارفينها؟ هي هي. ففاهمين يا أخوان الكرام، إحنا بدنا نركز على الحلول. عندنا هلأ كمان مشكلة بالسويد، مشكلة الاكتئاب، الناس مش مكتئبة، الناس مش لاقي شغل، الناس ما بتتواصل مع بعض، تثقش ببعض. عندنا مشكلة السوسيال، عندنا مشكلة الوقت، الناس عايشة في فراغ مش عارفة شو تسوي. عندنا مشكلة الاندماج، مش عارفين نعمل صداقات مع سويديين مع غير سويديين. كيف نحل هاي المشاكل؟ بدنا نتحرك. إذا إحنا العرب مش قادرين نتواصل مع بعض، كيف نتواصل مع غيرنا؟ إذا إحنا صرنا نشك ببعض. شوف هدول
مجموعة ركض، مجموعة أكل، بتلاقيهم بالحديقة هسا كل مجموعة. قال إنه إحنا إيش ما فيش حياة اجتماعية بالسويد، ما أكثرها بصراحة بيني وبينكم بسببنا إحنا مش عارفين ننضم إلى مجموعة، كل واحد عامل حاله أبو عواد، كل واحد عايش في طريقة تفكيره الخاصة، مش راضي يتبنى طريقة تفكير الآخرين. شوفوا هون جاي مخيم في الحديقة، فلو إحنا كل واحد فينا تقبل الآخر كان تفكيرنا فليكسبل مرن، وكنا نطلع زي هيك مجموعات، مجموعات للركض، مجموعات للمشي، مجموعات نأخذ الأطفال نلعبهم. لكن للأسف مش عارفين ننظم أي رحلة مع إخواننا العرب، كل ما تحكي شغلة بيطلع لك واحد زي البوز المدفع، شو رح تربح شو رح تستفيد على ظهرنا. كل ما تشترك بجمعية بيقول لك مين المستفيد ومين المدير ومين الرئيس ومين الوزير، مو ظابطة معنا للأسف، لأنه تفكيرنا دائما زي تفكير مخابرات بلادنا، تحقيق مين المستفيد وانت شو بتشتغل وانت قديه صار لك. طيب نفرجيكم المكان، كتير كتير حلو يعني، خل نركز على المكان ونرجع لقصتنا مع المكان الجميل الرائع واسم الحديقة على الشاشة. اي حدا حاب يضيف اماكن حلوة، مناطق، شو الطريقة اللي نكون مع بعض نيجي على هاي الاماكن، اكتبونا. اذا حدا فيكم حاب عنده باص، عنده طيارة، عنده كرفان، حاب نعمل لنا جولة، انا جاهز. انا بعرف اكثر الاماكن السياحية في ستوكهولم في السويد، يعني في اكثر من مدينة. اذا انتوا زهقانين طفرانين عايفين حالكم، في اماكن ببلاش وفي اماكن بمصاري، في اشياء بتروحها بمصاري وفي اشياء ببلاش، بس جيب بركب معك كرت الباص وتوكل على الله. فمو كل شيء بمصاري يعني للطفرانين. احنا زمان يا اخوان الكرام اول ما اجينا على السويد انا والمرأة والولاد كنا بهالعرباي بالفاجن، عرباية الولاد، نحط الشيبس، نحط الكولا، نحط اكلاتنا، البيتزا، نعمل بيتزا بالبيت، خلص كان الواحد الايكونومي الوضع المادي مش ولا بد، فكنا نجهز ونطلعهم ونحطهم بالعرباي، كل الاشياء موجودة معنا. فاذا انت من الاشخاص اللي وضعك المادي يعني لا، دائما نركز على انه ما بنقدر. في ناس هيك دائما بقول لك يا عمي ما بتزبط معي، كيف بدي اطلع فيش معي مصاري. يعني هلا انا ماشي هاي فيها بدها مصاري، هاي المشي حديقه حلوه، في قعدات لسه هناك والعاب للاطفال. طبعا الاستاد هو الست صار عمرها 100 سنه، وهي حاطين الشغلات هاي عشان الاستاد هو الست. من هون يا اخوان الكرام قريبين على محطه رود هوست، قريبين هون على البوليس وعلى منطقة هون، بتقدر تيجي بقطار كمان، قريبين من هاي المنطقة، منطقة كتير حلوة. خلنا ناخذكم شوي نبعد عن البحيرة ونرجع لبعدين للبحيرة، فرجيكم بس هاي الحديقة اللي هون. أمتي الأماكن كلها منك، الله يسعدك يا رب، وكله على اليوتيوب يا إخوان الكرام، على اليوتيوب عندنا قناة اليوتيوب، كل هاي الفيديوهات بننزلها على اليوتيوب. شوفوا لها الشارع ما أحلى، أساسا بدنا نروح وهيك بأخذ معنا وقت. فإحنا عندنا قناة اليوتيوب موجود فيها كل الفيديوهات، نشرين أكثر من 1000 فيديو، زرنا معظم المناطق وليس كل المناطق، ولساتنا جهلاء، لساتنا ما بنعرف ستوكهولم. أنا صار لي 15 سنة بستوكهولم، بالسويد قربت أطبق بشهر 8 وأطبق 16 سنة، 15 سنة بستوكهولم لحد الآن في مناطق لا أعرفها. فأنا ما بقدر أحكم على مكان إلا لما أشوفه كله، لكن حسب رؤيتي ستوكهولم من المدن الجميلة جدا جدا، لكن الناس تحكم عليها من خلال الشتاء. يعني هسه بالصيف اللي بيجي بالصيف يقول لك هاي ما شاء الله جنة، طبعا كلمة جنة بحب أستثنيها أنا، أنه بعض الناس بس يسمع كلمة جنة بيقول لك أوه بصر إيش ودنيا، هي ربنا اللي خلقها، يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى. وهاي بقول لك اللي ما بيعيش على جنة الله في الأرض صعب إنه يعيش على جنة الله في الآخرة. فإذا أنت شايف إنه رب العالمين خلقك لأهداف ولرسالة فهي نعمة من الله، إلا إذا أنت شايف الحياة إنه رب العالمين خلقك كعقوبة. في ناس يا إخوان الكرام بشعرك بقول لك الله يلعن اليوم اللي انولدت فيه. ففي ناس بيستخدم عبارات للأسف مدمرة محطمة وفيها عدم الإيمان. تسمع الشباب العربي
للأسف أو بعض الشباب يعني بس بدون استثناء بيستخدموا عبارات قاموس المصطلحات اللي بيستخدموها هي اللي عملتهم مشاكل في حياتهم، هي اللي عملتهم الاكتئاب، اللي بقول لك الله يلعن اليوم اللي انولدت فيه، الله يأخذني وريحني من أولادي. يعني في كلمات تستخدمها الأمهات، الشباب، المراهقين، شو هالحياة، قرف. هاي الكلمات بتخلي حياتك أزفت، دال ما تقول الحمد لله على كل حال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، تفاءلوا بالخير تجدوا، تلاقي العكس. هاي مطاعم أخرى هون زي ما حكيت لكم، وقعدات هون تجي بتقدر تقعد، تدخل هون أنا مش شايف الشاشة مزبوط، بحاول أحكي لأنه الشمس صارت تضرب مزبوط هون، الشمس قوية. هاي الجهة، وهي السفن تقدر تطلع لك رحلة بحرية على كرت المواصلات. إذا لحقت ممكن أخذ الرحلة للجهة الثانية إذا لحقت. وهي هذا المطعم، فهون بنقدر نأخذ السفينة من عند الأغلب، من عند جهة شو اسمه. طبعا هون في مطاعم كمان من عند البلدية، استاد هوست هون، قعدات بتجنن، ومطعم زي اللي فرجيناكوا إياه قبل شوي. تروسا، أيوة كتير حلوة تروسا. تروسا هاي جنوب سدر تاليا، منطقة بتجنن فعلا، كلامك صحيح. والباص بطلع من سدر تاليا، تقدر تروح بالباص من سدر تاليا. تروسا منطقة جميلة جدا، في باص بطلع من سدر تاليا، صحيح. شكرا شكرا، رحتها يمكن السنة اللي فاتت أو قبلها. هاي البلدية شايفين، هاي وصلنا قبال البلدية، هاي مبنى البلدية، هاي المطاعم هون وقعدات. شوفوا هون، شوف بعض التعليقات لأنه ما شفتها كلها. الله يسعدكم يا رب، يا ريت تعملوا لنا فولو، كتير ناس بتتابعني على اللايف وبس أخلص اللايف بلاقيهم مش عاملين فولو ولا تعليق ولا إشي. يا ريت تدعموا لنا اللايف عشان نقدر نستمر، ولا بعدين ننشغل ونلتزم بشغل ومصير صعب. يعني هلا نفرجيكم، شوف بيلعبوا هون شغلات حلوة هون، هلا نفرجيكم المكان. فإذا حابين نستمر باللايف لازم تدعمونا وتقووا صفحتنا إذا أنتم مؤمنين برسالتنا. إحنا بنحاول نفرجيكم الأماكن اللي تقدروا تقضوا فيها وقت. هيك تخيلوا إن إحنا 4-5 عرب جينا لعبنا، ليش ما نلعب زيهم؟ شو المشكلة؟ بنعاني من عقدة نقص؟ في عنا عقدة نقص؟ للأسف دائما نظرين لنفسنا نظرة دونية. ليش ما نلعب زيهم؟ هيهم مستمتعين بالحياة، ليش ما هيك مرة نيجي نحجز ونيجي نلعب ونقعد نشرب لنا كوكتيل ونقعد لنا قاعدة حلوة زي هيك ونستمتع؟ شو المشكلة؟ شوفوا هالكافتيريا هاي هون، القاعدة بتجنن. اهلا اهلا بنت خالتي، كيفك؟ شو اخبارك؟ انت جاي متأخر اليوم، راح عليك البث، راح عليك الكافتيريات والقعدات واماكن لعب الاولاد. هون المنطقة بتجنن والله، كل فترة بقول رح اجيكم على هاي المنطقة بس اليوم سبحان الله الظروف هون بتذكرني بتركيا. القعدات هاي، هاي المنطقة بدك تشعر حالك شعور اسطنبولي، هون شعور اسطنبول. اللي بحبوا اسطنبول وبحبوا تركيا وبحبوا الحركة تعالوا هون الساعة 1-2 كمان الظهر، بتلاقوا العالم طلعت عشان من الشغل على الاستراحة، طلعت تتغدى. وتعالوا يوم السبت والأحد وشوفوا هذا المكان، امشي من عند البلدية لجوا، لعند جوا بتشوف ساحة العالم كلها قاعدة، اللي بشوي، اللي بهش، اللي بيلعب كرة قدم، اللي بيلعب كرة طائرة. هون شعور اسطنبولي تشعر. أنا مش قاعد أصور كل العالم اللي حوالي، لكن في ناس وفي حركة، بس بحاول أعطيكم صورة عن المكان. فالواحد يحاول يعني قدر الإمكان، أنت عايش بالسويد، يعني إحنا حابين نعيش حياة تركيا بمصاري السويد. يعني لو بعطونا 20,000 هدول نعيش فيهم بتركيا، بكرة بنترك السويد، صح ولا لا؟ هل توافقون الرأي؟ تخيل انك انت بتاخذ راتب السويد وعايش في تركيا. ممكن معظم اللي عايشين بالسويد بكره بقول لك بننزل على تركيا. تخيل تاخذ لك 1,800-2,000 دولار راتب في تركيا،
شوف عاد انت هناك شو راح تقدر تسوي فيهم. وليش العرب قاعدين بيطلعوا من تركيا؟ مش عشان طبعا المعاملة بتلعب دور، هذا شيء اساسي، بس والله تركيا فيها اشياء بتجنن. يعني انا قاعد بتابع فيديوهات لناس بتروح اماكن سياحية في اسطنبول وغير اسطنبول، والله ما بتخلص الاماكن من كثرها ما شاء الله. فتركيا العرب اللي هناك بيطلعوا على اوروبا لانه الرواتب شغل 12 ساعة بتلاقيه مش شايف الضوء. فلو بعطوك راتب السويد وبقول لك عيش بتركيا، هذا اشي تاني، كان بتطلعش من تركيا، بتطلعش من اسطنبول. بس برضو السويد بالصيف حلوة بتجنن، هي مشكلة السويد الشتاء. السويد هاي الدول الاسكندنافية كلها الشتاء طويل. اذا انت بتشتغل ما تأخذ فلوس من الحكومة. نعم. مساء الخير، مساء النور. دولة السويد، سويدن، ستوكهولم. واحنا قريبين هلا من جملستان، من البلد القديمة، وقريبين من هلا بنروح على محطة القطارات ونروح من هناك. بناخذكم عند البلدية ونفرجيكم البلدية ونضلنا رايحين على محطة القطار. فبنفرجيكم الطريق من محطة القطار. وهاي البيوت هون، العمارات اشي بجنن. من أجمل العمارات هون هاي الباركيرينج تبع السيارات. أنا سوري شاطر والله. ربع بسيش شو بدكم تعملوا غدا اليوم؟ والله في عنا باقي كباب من امبارح. هذا أهم شيء، الغدا والعشاء. مشاكلنا محصورة بالغدا والعشاء. كيف نقضي اليوم أهم شيء، كيف نقضي اليوم بسعادة. والله أنا عندي أجيب لي صحن أكله هنا عند البحيرة أحلى شيء. هذا شو بسوي هون؟ هذا بحكي مع البطة كبست معه. ستوكهولم السويد، واسم المنطقة هي على الشاشة، هي على الشاشة. احنا في ستوكهولم في السويد، سويدن. وهلا قربنا نوصل لوسط المدينة عند البلدية، عند مبنى نوبل سيتي هال، مبنى المدينة، المبنى اللي بوزعوا فيه جوائز نوبل، والمبنى اللي بس اللي يتجوز بقدر يسوي فيه حفلة، طبعا مكلف مش ببلاش. وفي متحف، متحف ضخم في مبنى المدينة سيتي هال أو ستاد هوست. احنا قريبين منه وقريبين من محطة القطارات. يعني احنا هلا منطل على البلد القديمة، هذيك اللي شايفينها اللي باتجاه المقابل بتبلش من هناك المدينة القديمة، وهذيك الجهة بتوصلك على منطقة اسمها هورنشتول. يعني وانت طالع، طبعا مش هي هورنشتول، هاي هاي النزلة تبعت هورنشتول. حبيبي يلا، السلام عليكم. سلام عليكم. سلام. فيلم، فيلم، فيلم. اوه فيلم، اوكي. يا كان اوكو يا مليت بطاقه حبيبي. اوكي حبيبي، حبيبي يلا. اوكي السلام عليكم. تمام، اوكي. سكته سكته. خلاص خلاص والله دكان عربيسكا اوكسو. اوكي خلاص. هاي قاعدين بصوروا فيلم. خلص الفيلم، هنحول الكاميرا. انا بصور فيلم في المكان. مساء الخير، مساء النور من ستوكهولم السويد. هون هذا المكان قاعدين بصوروا فيلم. صار يحكي معي بالعربي، صار يحكوا عربي سويديين. مالمو بعيدة عنا 600 كيلو تقريبا. مالمو في أقصى الجنوب، احنا في الوسط، تحت الوسط. احنا مالمو بعيدة كتير، مالمو جنب الدنمارك. احنا في ستوكهولم في العاصمة، ستوكهولم. احنا بعض الناس بفهمنا غلط لما نحكي بطريقة إيجابية. إخواني الكرام، بعض الناس طريقة تفكيره بأنه زعلان على قصة الأولاد، أو أنه الناس، إحنا ما بنشجع الناس تيجي بطرق غير شرعية. إذا أنت طلعت لك إقامة بالسويد أو طلعت لك فرصة عمل وحاب تيجي على البلد، تعال يا أخي الكريم. بس في عندك تحديات. أنت قاعد تسمع بالإعلام على قصص الأطفال والقصص هاي،
مدناش بعض الناس يفهمونا غلط انه احنا لما نحكي انا قاعد بحكي يعني انا تخصصي او مجالي في السياحة، فاكيد رح افرجيك مناطق حلوة، اكيد رح افرجيك مناطق حلوة، مش معناه احكي لك تعال على السويد. فهمت كيف؟ انا قاعد بحكي بخاطب الاغلب العرب اللي عايشين بالسويد، الاغلب او العرب اللي عايشين ممكن في دول اوروبا وحابين يجي زيارة على السويد. يعني انا هسه لو بدي اروح على بريطانيا واشوف واحد عربي حاكي لي عن منطقة بنبسط وبروح بزورها، لكن اذا انت عايش بالدول العربية لا، انا ما قاعد بشجعك انك تيجي على السويد، لانه بعض الناس كثير يقول لي والله انا كنت عايش بالسعودية ولا كنت عايش بدبي وتركت دبي من حضرت فيديوهات لك شفت عجبتني البلد. لا اخوي الكريم، لا تترك ولا تسوي، تعال اذا انت عندك امكانية تيجي فيزا سياحية تعال شوف الوضع. الاقامة غير عن السياحة، الاقامة في لها تبعات، في لها تبعات تربية الاولاد، في لها تبعات اوراق دائرة هجرة لم شمل، قصص طويلة جدا. انا قاعد بحكي لكم عن المناطق السياحية كناس يمكن عايشة بالسويد او ناس مفكرة تيجي سياحة، فما يروح فكركم، لانه بعض الناس بصير يلوم، بصير يقولك انت لعاد بتشجع العرب تهاجر وتسافر وتسوي. لا انا ما بشجع، لا تفهموني بالطريقة هاي الخاطئة. انت حر اذا طلعت لك فرصة تيجي تسافر قانوني ونظامي، تعال شوف وجرب. هون القعدة كتير حلوة، هون في بوصة دائما كنت اجي اكل منها من هذا المحل. انا مش عارف اليوم اقدر اخد ولا ما اقدر اخد، انا بخاف بعدين اتمزبط. هاي البوزة هون كل سنة كنت مأمور من هون لازم اخذ لي بوزة، يعني هاي عاملة رابط ايجابي. والله يا اخي الكريم انا ما بساعد بالسياحة بالاماكن وبالمناطق، عندي فيديوهات عندي شغلات ممكن اطلع معك قايد، لكن ما لي دخل في اوراق. بروح دائما عقل المواطن العربي على موضوع الاوراق ودعوة وزيارة والقصص هاي، ما لنا دخل فيها. السويد صعبة جدا، بلد صعب جدا في الأوراق وفي القصص هاي. مشكلة بعدنا ما أفطن، ظاهر معنا ساعة بيجي خلص المرة هاي كنسل البوزة، فإحنا ما ندخل في الأوراق. الأوراق والقصص الأوراق هاي قصتها طويلة بالسويد. إحنا ممكن نكون لك قايد دليل عندنا صفحات تقدر تدخل على البايو. هاي البلدية، وصلنا البلدية طبعا فيها متحف ضخم، ندلك على المناطق، نأخذك جولة سياحية. إذا كنت جروب كنت مجموعة تتواصل معي، بتدخل عندك البايو موجود صفحات موجود صور كثيرة بتقدر تتفرج، وإنت تقدر تقول لي والله حاب هاي المناطق خدني وديني جيبني إلى آخره. يعني هاي الفكرة طرحينها إحنا من زمان بس ما تفعلت بالشكل الصحيح. هاي إحنا عند البلدية هلا وصلنا. هاي الاستاد هوست، طبعا انا بطلت اقدر اشوف التعليقات اخوان الكرام، الشمس ضاربة على الموبايل. احنا هلا عند استاد هوست مبنى البلدية، استاد هوست خلص نحذف الحديقة اللي كنا كاتبينها طلعها لفوق خلص. فهون بسوي احتفالات، ما بعرف اليوم يمكن في احتفال، لانه هلأ طبقت البلدية 100 سنة. هاي البلدية عمرها 100 سنة. هي شفتها إداك دوم سكافستا هار؟ لا يا بزيز إداك 1930 او 1930 يا بارك تياتر اوتن بارن دي بيت إدار فاريا داك إلا باري إداك إداك وكي مورون كال مورن مورن سمتي ديك. احنا عند استاد هوست بلدية ستوكهولم السويد. يا ريت تدخلوا على البايو وتشوفوا قناة اليوتيوب وتشوفوا الصفحات، اللي بحاب يفهم شو احنا قاعدين بنعمل بالسويد ادخل وتعرف، اقرأ قصة سفرنا الى السويد، اقرأ حياتنا بالسويد، حاول انه تتعرف اكتر قبل ما تحكم على اي شخص باي اجي. فاحنا مجالنا يعني اكثر سياحة وتربية اطفال، يعني علم نفس، فاحنا نحكي بالمجال اللي نعرف فيه.
والمشي هذا نعتبر عشق. يعني تعرف المشي، يعني أنا بالنسبة لي المشي كيف تستلذ أنت فيه في الأكل الحلويات، أنا بستلذ بالمشي ممكن أكثر. أنا مستمتع بهالطبيعة اللي خلقها رب العالمين، بتفرج على ناس وبشوف الحياة وبلمس الحياة وبحس فيها، بحس فيها أني عايش، لأنه في ناس عايشة بس على قيد الحياة. يعني هو عايش بدون ما يشعر بالحياة، هو عايش ومش عايش. أكيد هاي القطار الاسي، احنا قريبين من محطة القطارات. هاي هناك محطة القطارات باتجاه هناك، هاي الفندق. احنا مقابل قملستان البلدة القديمة. فهنا زي ما حكينا لكم مهتم في احتفال اليوم بالليل 7:30، وكل عام انتم بخير. كمان مبنى بلدية ستوكهولم، ستاد هوست سيتي هال. اكتب، ادخل على جوجل اكتب سيتي هال او ستاد هوست، من أهم الأماكن في مدينة ستوكهولم. صار عمره 100 عام، عشان هيك بحتفلوا. يعني قبل 100 عام بني هذا الصرح، البناء. هون شوفوا قاعدة حلوة عند المي. يا ريت نشوف التعليقات ونشوف الدعم. هل دخلتوا على قناة اليوتيوب؟ شفتوا فيديوهاتنا؟ الانستغرام، الويب سايت، كاتبين قصة سفرنا للسويد، تعلموا من الأخطاء اللي وقعنا فيها. فاحنا بنحاول دائما نذكر الاشياء الايجابيه والسلبيه، عشان انت تقرر حسب حياتك. كل واحد فينا بشوف الحياه من زاويته، فالمريض بشوف الحياه من زاويته، المسجون نفس الشيء، المطلق بشوف الحياه من زاويته، اللي زعلان بشوف الحياه من زاويته، اللي متعكر مزاجه، اللي اليوم ربنا وفقه وكسب له قرشين مبسوط بده يطلع ينبسط، واللي متزاعل مع المدام كرهان حياته، واللي ابنه مجننه شايف الحياة بدون أولاد أريح. سيتي هال، مش سيتي هوم، سيتي هال. وفي متحف هون كبير طبعا، الدخول مش مجانا للمتحف. ففي احتفال هون اليوم من الساعة 7:30 لـ8:30. طبعا سواح من كل الدول. لحد الآن أنا طول وقتي اللي مشيته يمكن شفت واحد عربي أو واحدة عربية جاي مع مدرسة، ما شفت ولا واحد عربي لحد الآن. إخوان العرب دائما بزي، مشغولين ودائما طفرانين. إحنا شعوب البزي، البزي مشغول وفاضي، مشغول ويشغلني ليه. هون بتدخل على السيتي هال، كمان في بوابة فيه للمتحف وفي تذاكر. والله يا أخي الكريم إحنا نبرمج حالنا كمان، نفهم الحياة كيف ماشية. مو ضروري إذا الكون كله ضدنا، إحنا كمان لازم نكون واعيين. ما إذا بدنا نظلنا عايشين بعقلية المضطهدين، عقلية الشخصية المضطهدة والمكبوتة ونظرية المؤامرة، راح نظل مضحوك علينا طول عمرنا. شارف الشاشة مش راضي تصغر، هذا تصغر الشاشة.
لكنه مفتوح يمكن مجانا اليوم ما اعرفش. من هون بدخلوا كمان على المتحف. بس كم الساعة صارت؟ 12:30. من هون تقدر تدخل كمان لجوا على المتحف. بس لأنه لازم نروح. نصلي الظهر ونظبط حالنا. يعني حاولنا نعملكم جولة. جولة حول الدولة. طلعنا من استاد هوست. فرجيكم إياها من برا. المكان. من الأردن، نعم الأردن، حياك الله. ستوكهولم، ستوكهولم سويدن. اكتب لكم مرة تانية follow me. يا ريت اللي بتفرجوا على البث اذا انتوا حابين تعملونا فولو اعملونا فولو. اذا ما عملتوا بروح عليكم شغلات كتيرة اللي انتوا عايشين بالسويد وبالذات ستوكهولم. يعني عندي خبرة كبيرة، يعني صار في مناطق كتيرة مشيتها عبر 15 سنة ولسه اجهل مناطق كتيرة. نسلم عليكم، ما سلمنا عليكم اليوم، ما فتحنا الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله. صبح صبح يا عم الحاج. مش عارفين نحكي لكم صباح الخير ولا مساء الخير حسب انتوا وين، اي بلد اي دار. ان شاء الله استفدتوا من هذا البث. حاولنا نشارككم بشوية فعاليات اهم الاماكن السياحية. ان شاء الله يا رب هيك تستفيدوا. يوم سعيد علينا وعليكم. طبعا من هون تقدر تاخذ السفينة وتروح عند قصر الملك إذا بدك تروح تتعرف على الملك. هون في سفينة، مش هاي اللي هناك، تقدر تروح عند قصر الملك. هاي السفينة زرقت راحت. أهلا وسهلا. ستوكهولم وسط المدينة عند استاد هوست. هاي استاد هوست، استاد هوست شايف بس مكتوبة بالشقلوب. هاي استاد هوست البلدية. وين رايحين؟ على محطة القطار إذا أنت حاب تندل طريق استاد هوست. إن شاء الله استفدتوا. اكتبوا لنا استفدتوا ما استفدتوا، شو رأيكم بهالفيديوهات، كويسة مفيدة مضرة، مضرة للبيئة. هنفرجيكم هون البوظة، هون البوظة عن جنبه طرف. هون بتقدر تطلع على قصر الملك، تقدر تشتري تذاكر أو أونلاين. في هناك كشك على اليسار تقدر. وهنا كل سنة بيعملوا احتفالات نوبل وعادة بيسووها بشهر 12 بالشتوية. إذا أنا ما أذكر بشهر 12 دائما بيعملوا هنا، بيعملوا الألوان والحركات. إحنا ما راح نروح من هون لأننا بنروح على محطة القطار. أوه صارت خضرة، صارت حمراء، صارت صفرة، راحت علينا. خلاص يلا بنروح نقطع من الشارع. هنا كشك بتقدر تروح تشتري وتروح وتروح هون. من هون هاي التذاكر او بتشتري اونلاين، بتروح على دروتنينغز هولم على قصر الملك. هاي السفن هاي اللي هون، بس بدك تسال تتاكد لانه في سفن بتروح على الجهه الثانيه، في سفن بتروح على مناطق متنوعه. بس من هون كنا نطلع على قصر الملك. هاي الناس هون قريبين، احنا على محطه ستوكهولم للقطارات. فاحنا هلا قريبين من بلدية ستوكهولم، صار عمرها 100 عام واليوم في احتفال. اليوم وبكرة احتفال من 7:30 to 8:30. الدخول مجانا. الاحتفال راح يكون في الساحة تبعت القصر
تبعت ال مش عارف شو بسموها سيتي هال البلدية مبنى المدينة. وهي الشيرتون وهنا جريدة أكبر جريدة بالسويد اللي من أكبر الجرائد أفتون بولادت مقابلنا. ويلا إلى محطة القطارات ويوم سعيد إن شاء الله استفدتوا. ما حدا كتب لنا بالتعليقات أعطونا تقييم 1 من 10 2 من 10 اللي كان معنا من البداية كم واحد معنا من البداية من بداية البث كم واحد معنا من بداية البث شو اللي لفت انتباهك شو أكثر شيء حبيته حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي شكرا شكرا يا ريت نشوف التعليقات كلها تاك تاك كم واحد معنا من البداية وشو رأيكو تقييم شو أكثر إشي لفت انتباهك شو أكثر إشي عجبك ألعاب الأطفال البحيرة المطاعم. طبعا احنا هلا مقابل البرلمان السويدي بس ما معنا وقت والله نروح كمان ساعة 1:45 لازم نروح العودة. يا ريت تشاركونا شو أكثر إشي لفت انتباهكم إنه في حياة في ناس مش زي الفكرة اللي طالعة عنا بلد ميت في حياة بس إحنا مش عارفين نعيشها. باختصار حياة حلوة بس إحنا مش عارفين نعيشها لأنه ما فيش حياة كان ما فيش ناس. بس إحنا لما نصور من أحياء ستوكهولم الناس بتفهم وبتفكر إن السويد كلها هيك أو ستوكهولم كلها هيك. أنا حكيت لكم أكثر من مرة لا تقيم البلد من خلال منطقة الحيوية كلها بوسط العاصمة الأحياء الحركة فيها قليلة لا تقيم المدينة من خلال أحيائها. يعني أنا ببريطانيا كنت بسرع على الأحياء تعبانة الأحياء تعبانة حتى في مناطق زبائل وسخ بس أنا ما بقيم لندن من خلال الأحياء أنا بقيمها من خلال جسر لندن من خلال ويستمينستر من خلال جرين بارك من خلال جيمس بارك من خلال ريجنس بارك في حدائق كتيرة في أماكن كتيرة حلوة. لكن بتلاقي لك واحد منطقة ما عجبته أو مكان ما في ناس بصير يقول لك بلد ميتة ما راح تلاقي كل شو. احنا بالصين احنا بالصين تلاقي كل الأماكن أو باسطنبول حتى باسطنبول في أحياء فاضية حتى باسطنبول اللي فيها 15 مليون أنا مشيت بشوارع فاضية شوارع حتى قريبة على السلطان الفاتح شو اسمه هذا محمد الفاتح ولا بصرمين مش عارف. المهم يعني باختصار انه فبتلاقي لك العربي بيبني لك فكرة يعني أو اللي عايش جوا السويد أو الكرهان اللي مش طايق حاله بصير يقول لك زبالة وتعبانة وليش الناس بترمي حالها بالبحر. ما شفنا تعليقات شو أكثر إشي لفت انتباهكم وأنا بسولف وأنا بحكي وأنا ساكت طبيعة الناس شو أكثر إشي عجبك. والله الجو اليوم بجنن. شو أكثر إشي عجبك بهذا الفيديو بهذا البث المباشر يا ريت عجبك عجبك. إحنا رايحين على محطة القطارات هلأ. هاي المحطة إخوان الكرام فيها البندلتوغ فيها التونة البنا فيها القطار فيها المترو وفيها القطارات الخارجية يعني هاي المحطة الرئيسية لستوكهولم هاي اللي بتوزع منها كل القطارات فهاي أهم محطة بستوكهولم. طبعا في محطات تانية مهمة زي أودن بلان زي ليلي هولمين أشتبيري في محطات توزيع فهاي المحطة من المحطات المهمة جدا محطة القطارات هاي الخارجية والداخلية مع بعض هاي هنا وزارة الداخلية وزارة الخارجية هاي المحطة هلا بندخل بنروح على القطار تبعنا
قطار الترويحة اللي هو القطار الداخلي تبع ستوكهولم. فأنت من هون تقدر تركب القطارات داخل ستوكهولم، تقدر تطلع برات ستوكهولم. سنترال استخون، وفي مطاعم طبعا لا تقلق، بس طبعا مطاعم أغلبها يعني أكلات سريعة وأكلات مش سريعة وأكلات مش حلال وأكلات يعني مو زي ما بدك. خلينا بس شوي أقرأ لكم التعليقات بس لأنه مو شايف لحد الآن. هلا بس أدخل جوا. هلا إحنا مقابل المحطة الرئيسية، المحطة الرئيسية سنترال استخون. هاي العالم قاعدين بالشمس بتشمسوا بوكلوا بفطروا شيء حلو بجنن. الأجواء جميلة جدا جدا للسفر وللترحال وللسياحة للاسترخاء وللدمار. خلينا ندخل على المحطة سنترال استخون. ليش الناس ترمي حالها بالبحر؟ والله يا دول الناس تعبانين مش عارفين معنى الحياة ومعنى السعادة والإيمان. ضعف الإيمان عدة أسباب، دخلوا في حالة اكتئاب، تعلق، الحب الزائد لشخص ما، الحب الزائد للمال، دخلوا بيا نصيب وخسروا، دخلوا بأسهم وخسروا، دخلوا بالحيط وخسروا، دخلوا بزواج وخسروا. ما هي باختصار يعني ليش الناس بزت حالها بالبحر؟ مش عارفين قيمة النعمة اللي عايشين فيها، مش عارفين معنى الحياة، معنى السعادة ما إلها معنى. الحياة تبعتهم ما عندهم رسالة، حياتهم بدون رسالة وبدون معنى. نحن الآن في محطة ستوكهولم الرئيسية. Wake up in the morning. هاي القطارات المغادرة والقادمون، هاي الكونت سيرفيس، كونت فارد، بيساعدوك بيقولوا لك وين تروح وين تيجي. من هون ننزل على التونل بنا، بس ناخدكم على الجهة الثانية نفرجيكم، بعدين ننزل على القطار المترو ونروح. طبعا هون أكثر شيء القطارات اللي هي الخارجية. هاي هون قعدات حلوة ستوكهولم. احنا في ستوكهولم، محطة قطارات ستوكهولم الرئيسية. We are in Stockholm station, central station Stockholm. محطة القطارات ستوكهولم. يا ريت تابعونا، عنا اكثر من 1000 فيديو على قناة اليوتيوب، تقدروا تتفرجوا على هاي المحطة. نزلنا عشرات الفيديوهات، مش فيديو، عشرات الفيديوهات، وشرحنا عن السبورات وكل مكان عشان تقدر توصل لمكانك، لأنه اشتغلنا فيها هاي المحطة، نعرفها فردا فردا، دار دار، عمارة عمارة، مشينا فيها سنوات وانطلقنا إلى الأسفل لأنه بدنا نروح. وانتهى المشوار. أديوس أديوس أميغوس ستار. هون إذا تعبانين تنزلوا بتقعدوا بتريحوا. هون في خزانات، إذا عندك شغلة بدك تحطها بالخزانة. هون تيجي بتقعد بتريح. هون القعدات التريح، هون صالات، حمامات، هون الحمامات، هون المصريات، الشناتي، هون لندن، هون ستوكهولم، ستوكهولم سويد، ستوكهولم سويدن، ستوكهولم. هاي بريد وصالت ستوكهولم، محطة القطارات. هيك بتروح على القطارات اللي طالعة برات ستوكهولم، وهيك بنرجع على المترو. هلا رايحين على المترو، رايحين على المترو داخل ستوكهولم. هيك بنروح على المترو. طبعا اللي بيجوا برات ستوكهولم بضيعوا هون، بضيعوا. احنا عشان هيك بنحكي لكم، لو
يصير في مجموعات. شكرا. تاك 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 يا حبيبي. فاللي بيجوا من برات ستوكولم احنا بنحكي لكم بنعمل لكم مجموعه، بنعمل لكم جوله سياحيه بدل ما يضيع وقتك وانت بالقطارات وانت تايه وانت ضايع ضايع. انا ضايع ومفارق الاحباب ومفارق الكباب. هي طيب احنا قربنا نودعكم ونقول لكم باي باي لندن. ان شاء الله استمتعتوا، يوم سعيد يوم جميل. نعود الى الاسرة الى العائلة الى صلاة الظهر، نكمل باقي اليوم. احنا مشاويرنا بالنهار او بالطريق الى المسجد او بالطريق الى حديقة او الى مكان سياحي. السلام عليكم ورحمة الله. اعملوا لنا فولو 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 فول هون البندلتوك، محطة البندلتوك هون. تشتري التذاكر من هون، تقدر تشتري تذكرة على الأونلاين، تقدر تشتري كارت تذاكر. تذاكر خربان، تقدر تشتري التذاكر أونلاين. اعملوا لنا فولو. السلام عليكم.